تكلمنا على الفواكه اللي كتجي في الموسم ديالها، اذا الا كليناها بطريقه صح صح صحيح ما غاديش تاثر على الصحه ديالنا. تماما. الفواكه اللي كتجي خارج الموسم ديالو هادشي اللي ولا كنلاحظوا حنا دابا في الربيع، شفنا الفواكه الحمراء من الشتاء، دابا شفنا البطيخ والدلاح بالانواع ديالو من هذه تقريبا واحد شهر ولا شهر ونص، حذاري ان تناولهم خارج الموسم ديالهم. علاش؟ لان الفاكهه باش كتنضج محتاجه درجه حراره يعني ديال الشمس، ومحتاجه كذلك الخصائص ديال الفصل. نعم. يعني مثلا الدلاح ولا المنون ولا البطيخ فهما محتاجين درجه الحراره ديال فصل الصيف باش يكملوا النضج ديالهم، باش ما تغيرش المركبات الطبيعيه اللي فيهم. الوغ الفاكهه اللي كتكون خارج الموسم ديالها، اما كتكون في ديسير يعني دوك الغرف البلاستيكيه اللي كيحاولوا يخلقوا لها الجو ديال الصيف الوغ باش نحاولوا نخلقوا داك الجو ديال الصيف، يعني كنعتمدوا على بزاف ديال المعادلات اللي هي كيميائيه. يعني هذيك الفاكهه ما كتبقاش مفيده، كتولي بالعكس اكثر منها مضره. حاجه اخرى مثلا الفواكه الغير موسميه، كاين بزاف الفواكه اللي كيحافظوا عليها المهنيين في ثلاجات كبيره يعني في الفريغو. اييه. الوغ طرق الحفاظ ديالها كذلك، فهي كتستعمل ليا مواد كيميائيه ولا طرق لومبالاج ديالها باش كيحافظوا عليها بالتغليف ديالها باش كيحافظوا عليها في جميع الفصول، فهي كذلك كتستعمل مركبات كيميائيه اللي هي مضره للصحه اكثر للفاكهه والصحه. داكشي علاش كنلقاو بان الناس ملي كياكلوا هذيك الفواكه فكيطرى لهم اسهال، كيطرى لهم ديزانتوكسيكاسيون اليمونتير يعني تسممات غذائيه، لان بلاص ما الفاكهه كتولي مفيده هي كتولي فيها مكونات اللي هي سامه. ومن غير هذه المكونات السامه، واش هذه الفواكه اللي كتكون خارجه في الوقت ديالها واش الفيتامينات والمعادن اللي فيها مفيده؟ لا هي غير مفيده لانها فارغه من الفيتامينات والمعادن ديالها. حيت كيف ما قلنا حنايا فالموسميه كتحترم لو سيكل دو لا ناتور، يعني الطبيعه الدوره ديال الطبيعه، الدوره ديال الطبيعه كتحترم الدوره ديال الفصول. يعني مثلا الدلاح غني بالماء، البطيخ غني بالماء، احنا الفصل اللي محتاجين فيه احنا كميه مياه هائله هو فصل الصيف ماشي هو فصل الربيع. دونك دابا بالعكس الا تناولت دابا الدلاح، فالدلاح هو واحد الفاكهه اللي هي اعزكم الله مضره للبول. يعني الشخص خاصو يبقى يدخل بزاف التواليت لان ما عنديش درجه الحراره اللي غتساعدي على لا ترونسبيراسيون، ما غيعرقش الشخص بزاف فصل الربيع. في حين في ان فصل الصيف للشخص انه كيعرق بزاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فتما وقت الدلاح، لأن ملي كناخدو الدلاح فهو ما كيبقاش مضر لي البول، بالعكس هو كيعوض ليا هذاك الماء اللي مشى ليا على إثر التعرق. نعم، وكنلاحظوا حتى في المذاق الفاكهة فاش كتاخذها خارج الموسم ديالها باسلة ما كاين حتى شي مذاق، ما كتحس حتى بشي حاجة غير المنظر، وحنا كنعرفوا أنه عيننا كتسبق كيف ما شرحتي لينا دكتوره في حلقه من الحلقات السابقه بانه فعلا العين كتاكل قبل المعده، حتى علميا كاينه هذه المساله فوالا. فنردوا البال، ماشي غير حاجه شفناها في السوق وتشهيناها، الدلاح كيبغيو بزاف الفواكه الموسميه ديال فصل الصيف كلنا كنبغيوها لانه كتجينا خفيفه ومنعشه وفيها الماء، ولكن نردوا البال هذه المساله.